بسم الله، اهلا بيكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن كتالوجات الافياش او البرايز او السوكيت. طبعا الموضوع الخاص بالسوكيت موضوع مهم جدا، كل الناس تمام بتطرق او بتتعامل مع الافياش او البرايز تمام، في البيت، في المكتب، في المصنع، في اي مكان انت تتعامل مع السوكيت المختلفة. طبعا انا في الفيديو ده هبدأ انبه معاك على بعض النقاط المهمة اللي تاخد بالك منها في السوكت وبناء على الكتالوجات الخاصة بالشركات. طبعا هنا احنا بنتكلم على سوكت من شركة ام كي، شركة ام كي تمام. زي ما احنا شايفين ممكن تلاقي اي طفل او اي واحد صغير مش عارف يعني ايه كهرباء، او حتى الناس الكبيرة مش فاهمة يعني ايه كهرباء، بيحاول دايما ان هو يفتح ويقفل المفاتيح او يدخل ايده في السوكت او في الفيش ده تمام، لا اراديا، تلاقي لا قدر الله بيحصل حوادث مع الناس. فاحنا بنشوف دلوقتي السوكت الام كي، زي ما احنا شايفين ده الاطار الخارجي الخاص بالسوكت الام كي، شركة ام كي تمام. طبعا بيقول لي هنا الفريم ده او الشكل الخاص بالسوكت ان هو منسق ومكيف عشان يندمج مع الجدار او مع الحائط، contoured to blend into the wall، خلاص contoured to blend into the wall، يعني الشكل ده متناسق مع الجدران او مع الحائط. زي ما احنا شايفين هنا السوكت طبعا بيبقى فيه ثلاث اطراف، في فردة او في طرف اللي هو اللاين، وفي طرف اللي هو النيوترال، وفي طرف اللي هو الايرث. طبعا المفاتيح عشان تبقى ليها بروتكشن، او السوكت عشان تبقى ليها بروتكشن او حمايه، بيبقى طبعا الطرف ده اساسي، وده حسب الكود البناء السعودي. طبعا هنا بيبقى ده الجزء ده مقاوم، 3 بن ده بيبقى مقاوم للاطفال، 3 بن تشايلد ريسيستنس تمام، ده بيحمي ضد دخول اي طفل يدخل ايده مثلا في السوكت او في داخل الفتحات بتاعت السوكت، فده 3 بن تشايلد ريسيستنس تمام. وبيتميز انه في نظام الشتر سيستم او النظام الغالق تمام الاوتوماتيك، ان هو بيقفل الفتحات دي اوتوماتيك بمجرد ما يبقاش في اي بلاج هتدخل داخل هذا السوكت. طبعا هي مصممة عشان توصل امدادات الكهرباء للاجهزة الكهربية تمام، او تدي سبلاي للاجهزه الكهربيه السوكت دي تمام. طبعا السوكت دي 13 امبير، دي بتخضع للبريدج ستاندرد، دي تبع البريدج ستاندرد او النظام البريطاني القياسي تمام. دي السوكت 13 امبير، شكل السوكت ده 13 امبير. طبعا هنا انت بتاخد بالك ان في سوكتس بتبقى السوكت ويزاوت سويتش، طبعا السوكت دي ويز سويتش، هنا دبل بول سويتشنج سيستم، في سويتشنج سيستم او في نظام مفتاح، وده مهم جدا، لازم تشوف السبيكس عندك في المشروع، هل انت السويتش ويز سوكت او ويزاوت سويتش، السوكت ويز سويتش اور ويزاوت سويتش. فهنا ده دبل بول سويتشنج سيستم، بيعمل سويتشنج سويتشز بوز لايف اند النيوترال، ده بيعمل سويتشنج لللايف والنيوترال، اللايف اللي هو اللاين تمام، والطرف نيوترال او الطرف المتعادل. طبعا بيبقى في نيون انديكيتورز، هنا في لمبه نيون بتنور باللون الاحمر لو السوكت اون، او لما بتبقى مقفوله بتبقى دي اصلا داخله جوه تمام، فبتبقى يعني انت مش شايف الجزء الاحمر ده، ده بيبقى في جزء نيون بينور تمام في حاله التيار الكهربي بيتسحب من هذه السوكت، ده مؤشر نيون، ده بيبقى اختياري. اوبشنال نيون انديكيتور شوز وين the switch is on، لما بيبقى switch on بتنور عندي اللون الأحمر تمام. هنا بيقول لي الفيش ده اللي من شركة MK ده high close، يعني بيبقى فيه عندي لمعان عالي للفينش بتاع السوكت، و high quality جودة عالية، الماتيريال المصنوع منها السوكت ذات جودة عالية تمام، وبتكون المواد نفسها thermos ماتيريال او مواد حرارية تمام، وبتبقى مقاومة كمان للامراض او الميكروبات تمام، وكمان بتبقى مينتين الابيرنس
إن هي بتحافظ على المظهر العام، أو فيها أشكال مختلفة من شركة MK، تمام، وبتقاوم السكراتشز أو الخدوش. ده كان الوصف الظاهري للسوكت أو الوش الخاص بـ MK. لو قلبنا السوكت أو بصينا على السوكت ده من جوه، الحتة المهمة جدا إن السوكت ده البراغي أو الأطراف بتاعة التثبيت بتاعته سهلة جدا. التيرمينال سكروز backed out and held adaptive within the terminal housing. المسامير اللي انت هتربط بيها، تمام، الاطراف بتاعت اللاين والنيوترال بتبقى سهلة التركيب في البراغي. الحاجة المهمة كمان ان التيرمينال ماركينج، ان هو عامل لك ماركينج للاطراف، يعني انت ايه مش هتغلط في التركيب ده. انت بتحط هنا خلاص اهو الطرف ده النيوترال والطرف ده اللاين، تمام، والطرف ده الايرث اللي هو الارضي. الثلاث اطراف الرئيسيين ماركت، تمام، ومعمول لهم ترقيم يعني مكتوب عليهم لاين ونيوترال وايرث بشكل واضح جدا. يبقى في العلامات اصلا متعلم عليها اللاين والنيوترال ايرث، متعلم بشكل ملحوظ وواضح للجميع لما تيجي تركب. في حته مهمه جدا اللي هي اطراف او اجزاء التأريض. لو انت شايف الجزء ده، تمام، اللي هو بص داخل هنا في الطرف الارضي، والجزء ده نفسه داخل كده بيتربط مع المسامير من الناحية دي ومن الناحية التانية دي. طبعا المسامير اللي انت بتثبت بيها السوكت، يبقى أطراف تأريض مزدوجة. أطراف تأريض مزدوجة ده طبعا طبعا المتطلبات الأمن والسلامة بتبقى متطلب إن أنا يبقى مقرب كويس جدا وش، أو مقرب كويس جدا وش السوكت أو السوكت نفسه، تمام. فده عنده دبل ايرز تيرمينال أو أطراف تأريض مزدوجة. طبعا الدخول نفسه بتاع الان لاين نفسه بتاع الاطراف الان لاين تيرمينالز، سهولة في التثبيت للاطراف او اطراف السلك اللي هتدخل، سواء كان الشكل اللي قدامي ده. طبعا ميزته زي ما قلنا بيبقى سهل التثبيت، وهو بيخضع للبريدج ستاندرد 13 امبير، محفورة عليها حفرة اهي 13 امبير. يبقى احنا شفنا النهاردة في الفيديو ده، شفنا السوكتس واتعرفنا على السوكت من MK. قلنا ان السوكت ده مور سيف، ان هو امن جدا، في شطر داخلي، نظام الغالق الاوتوماتيكي، تمام، ده في 3 بن طبعا لاين ونيوترال وايرث، المفروض موجود على وش السوكت وموجود في الظهر. السوكت ده بيخضع للبريدج ستاندرد 13 امبير، تمام، هو معمول له ادابتيشن او متظبط على ان هو يركب في الجدار. بيتكون او بيبقى موجود من ماده هاي جلوس، يعني لمعان عالي، والكواليتي بتاعت الماتيريال عاليه، وبتبقى مضاده للميكروبات ومقاوم للخدوش، تمام، ريسيست تو سكراتشنج. والمظهر الخارجي بتاعه بيبقى محتفظ دايما بالشكل، لان هو مصنوع من مواد طبعا مقاومه للخدوش ومواد جوده عاليه، فبتلاقي السوكت محتفظ بشكله، تمام، الخارجي فترة طويلة. زي ما شفنا كده من الداخل بيبقى السوكت سهل التركيب، موجود فيه خاصية الدبل اير تيرمينال، ان انا محطوط او مكتوب بوضوح شديد اللاين والنيوترال والايرث عشان ما نخطأش في تركيب الاطراف واحنا وبنركب. سهل جدا في عملية توصيل الاسلاك او الاطراف داخل السوكت. الانلاين تيرمينال بتبقى سهلة جدا وبسيطة. وأشوفكم في فيديوهات تانية بنتكلم فيها عن الأفياش والمكونات الكهربية بالتفصيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.